مبدئيا كده لو انت مش عايز كل ذنوبك تتغفر اوعى تقول الدعاء ده في حياتك. انما انت حبيب قلبي اللي عايز كل ذنوبك تتغفر حتى لو كانت اكثر من زبد البحر عايزها كلها تتغفر، تعال انت واسمع والحديث دوت والدعاء دوت ليك انت. احبك في الله، يلا بينا. عن ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: من قال عند منامه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله وبحمده، ولا اله الا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. أخرجه النسائي. أنت متخيل فضل الذكر دوت عامل إزاي؟ إن أنت بس تحافظ عليه كل يوم قبل ما تنام تقول اللي احنا قلناه دوت. ما تقلقش، هتلاقيني كاتبهولك تحت في الديسكريبشن أو تحت في أول كومنت بإذن الله. خد الفيديو ده او خد الحديث دوت وانشره بين صحابك على الفيسبوك او على الواتساب او في اي مكان انت ممكن تنشره فيه. ده ممكن يعلي درجتك في الجنة ويبعدك عن النار. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.